بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا ابتدينا المرة اللي فاتت ان احنا شرحنا اللزم، شرحنا ازاي نعمل لزم اكتر من لزم، ولكن ممكن تكون العملية مش واضحة لان احنا لسه ما شرحناش يعني ايه اللزم نفسه كلغة. هنبتدي النهاردة ان شاء الله نبتدي نشرح يعني ايه لغة اللزم. اولا هي اللزم، هي اسمها لزم ال اي اس بي، اختصار ل ليست بروسيسنج. اللي اول واحد عملها اللي هو جون ماكارثي سنة 1950. طيب هي ايه العملية هو ايه الليزب؟ الليزب هو زي لغة برمجة مكونة من مدخلات وبعدين معالجة المدخلات بعدين مخرجات. طيب المدخلات هي ايه؟ ممكن نختصرهم في 3 حاجات اللي هم عنصر مصفوفة نص. طيب نجيب بالأسامي الإنجليزي عشان نبقى عارفينهم. مدخلات اللي هي input، عنصر يعني atom، مصفوفة اللي هي list، نص اللي هو string، المعالجة اللي هي processing، مخرجات اللي هي output. طيب عايزين نفصص كل حاجة. العنصر هي أو عنصر هو أصغر وحدة ممكن نتعامل بيها. مثلا العنصر هو إيه؟ مثلا رقم صحيح، يعني إيه رقم صحيح؟ integers. طيب في رقم حقيقي، هي الرقم الحقيقي اللي هو real. في تاني ممكن يبقى نص اللي هو string. ممكن يكون ايه كمان؟ ممكن يكون مصفوف. اما الحاجتين ممكن ليست، ممكن يكون عنصر اوتوكاد. اسمه اي نيم، يسمى اي نيم، انتيتي نيم. ممكن يكون تاني مجموعة عناصر. اسمها هيك ليست، بيك ست. طيب هي المصفوفة او الليست؟ الليست هي مجموعة من العناصر على هيئة مصفوفة. سترينج النص اللي هو النص العادي. طيب عايزين نتكلم عن واحدة واحدة منهم عشان نعرف هي ايه بالظبط. هنقول الرقم الصحيح، هنتكلم عن واحدة واحدة. هنقول نبتدي بالرقم الصحيح، وايه الرقم الصحيح؟ يعني رقم مفهوش علامة عشرية.
واحد اثنين ثلاثة وهكذا. طب رقم حقيقي؟ هو رقم بين العلامة العشرية اللي هو عكس الرقم الصحيح. الرقم الصحيح رقم غير علامة عشرية، الرقم الحقيقي هو رقم بعلامة عشرية، يعني واحد واحد من عشرة، اثنين وخمسة من عشرة مثلا. طب ازاي بنحصل على الرقم اذا كان صحيح او حقيقي؟ بلغة اللزب نتكلم، هنكتبها في اللزب. هو باستخدام الأمر جت، جت انت اللي هو جت انتجر. لو كانت هتطلب مني رقم مثلا اتنين، هجيبها اتنين. طب نجيب انتجر تاني، 3.5. requires an integers integer value، يعني هو بيقول لي الرقم اللي انت دخلته مش صح، مش انتجر، مش رقم صحيح، ده رقم حقيقي. طب نعمل ايه؟ نجرب ان هندخل رقم صحيح تاني نفس الرسالة. طب ندخل رقم حقيقي، خد الـ50. طيب جيت ريل، جيت ريل لو دخلت رقم 6.8 جابها لي رقم 6.8. ندخله تاني. طب هندخل، هنطلب جيت ريل برضو، ولكن هندخل في الاوتوكاد انتجر، هيدينا ايه؟ شوف ادينا ريل برضو، حط هو الصفر لوحده. طيب حط العلامة العشرية والصفر بعد الرقم الحقيقي في النص، نص السترينج بياخده ازاي؟ بيتعرف عليه ازاي الاول؟ بيتعرف عليه ان هو بيحطه ما بين علامات تنصيص، حتى هنلاحظ ان هو لونه مختلف. احنا لازم نلاحظ الحتة دي، ان الاقواس بتبقى حمراء، واللغات والاوامر بتاعة اللغة لونها ازرق، والنص لونه بنفسجي اهو. بنقولها نفسي. طب ازاي اطلب، اسال المستخدم انه يدخل نص اسمها، الامر بتاعها اسمه get string. طيب عايز المستخدم يختار عنصر من الاوتوكاد اسمه ان سيل. طب عايزين نطبق الحاجات اللي خدناها دي، نبتدي بقى نطبق. هنكتب، نفتح قوس ونقول سيت كيو، دي ابتدينا المرة اللي فاتت قلنا سيت كيو يعني ايه، يعني بقول له حدد مكان في الرام اسمه الفاريبل اللي هو احنا هنكتبه، حط فيه القيمة اللي جاية. سيت كيو مثلا انتجر، طبعا مش مهم الكلمه هي ايه، ولكن بتبقى حاجات الفاريبلز دي ملهاش شكل محدد، ولكن بنحاول نخليها مختلفه عن بعضها عشان الاماكن اللي في الخزنه اللي تتشال ما تبقاش متشابهه. جيت انتجر، هنكتب جيت انتجر.
نقفل القوس بتاع الجيت انتجر وجيت بتاع سيت كلين. طيب دبل كليك كده وقول رن، هيجي على الاوتوكاد ويطلب مني انتجر اللي هو 5 مثلا. بس كده اليوزر يعني هتلاحظوا حاجه ان اليوزر ما ظهرتلوش كلمه. انا لما اجي مثلا اكتب لاين في الاوتوكاد، اكتب لاين امر انفذ امر اللاين، تمام، بيكتب لي رساله هنا بيقول لي سبيسيفاي فيرست بوينت. فدي رساله بتظهر سبيسيفاي نيكست بوينت اور اندو، في رساله بتظهر. طب انا عايز رساله زي دي تظهر للمستخدم اللي بيستخدم الليزم، اعملها ازاي؟ هنكتب الرسالة بعمل تنصيص، هنقول له بالعربي أو بالإنجليزي أدخل رقم صحيح، تمام، نعلمها ونقول له انتر، هي جت في الأوتوكاد أدخل رقم صحيح، أقول له 5، كتبها لي 5 كده، تسيب تشال مكان في الرام اسمه انتجر حطه جواه الرقم 5. طيب هنا في عمليتين عايز اعرفهم. اولا انا عايز اعرف الانتجر الفاريبل اللي اسمه انتجر فيه قيمه كام في الرام. هاجي في الاوتوكاد هعمل علامه تعجب اللي هي شيفت 1 واكتب انتجر اللي هي نفس شيء كده برضو، وادوس انتر هجيب لي ان هي قيمتها 5. طب انا عايز اعرف نوع الداتا اللي متخزنه جوه، هكتبها ازاي؟ هكتب تايب، هنا بقول له نوع الانتجر ده ايه، نوع الفاريبل ده ايه، وبعدين اعمل رن. هو جاب لي القيمه ان هو انتجر. طب نجربها في حاجه تانية، نقول له سيت كيو ريل، انا بكتب اختصار اي اختصار يكتب، هو في شرط واحد بس ما يبقاش اول رقم، يعني ما تكتبش مثلا 1 او 4 ار كده، لازم يبقى في حرف وبعد كده رقم. يعني ممكن لما اجي مثلا محتاج نقطه فاكتب بي بوينت 1 في بعد كده بوينت، بعد كده اكتب ممكن تبقى بوينت 1 بوينت 2 بوينت 3 وهكذا. طب هنكتب ريل، هنقول له جيت ريل، وبعدين نفتح القوس ونكتب نقول له ادخل رقم حقيقي، نقفل القوس بتعمل التنصيص ونقفل القوس، نقفل القوس التاني ونعمل دبل كليك نقول له رن، هيقول لي ادخل رقم حقيقي، هقول له 2، راح جايب 2.2. طب هعمل انا عايز اجرب حاجه دلوقتي، ان انا هدخلها تاني نفس القيمه اهي، هيقول لي ادخل رقم، اروح داخل مثلا 50.3 اهي مثلا، تاني. وصل كده الموضوع. في ساعات لما بيطلب عايزين جيت سترينج، سيت كيو سترينج، طبعا الفاريبل لما بكتبه بكتبه اقرب حاجه اللي انا عايزها عشان ابقى افتكر هي ايه عشان ما اتلخبطش. جيت سترينج جيت سترينج، افتح قوس واكتب. طيب
اختبر مرادني بالانجليزي. طيب string او مثلا what's your name, what is your name, هل انت استفهام في القوس تعجل string وتسيت كيو وقول له run, يطلع لي رسالة يقول لي ايه في الكاد what's your name, اكتب له حسن. ادوس انتر كده تسجل عنده في السترينج مكان اسمه حسن. طيب عايزين نعملها تاني واتس يور نيم تاني تاني, هيقول لي واتس يور نيم فهقول له حسن. دوست سبيس عشان اكتب حسن محمد ضاعت. طب انا هعمل ايه, في خاصية موجودة ان اكتب هنا حرف تي, نجرب كده واتس يور نيم. هنا في نقطتين عايز اوريها, ان هنا كتب واتس يور نيم حسن واتس يور نيم, عملها تاني هقول له حسن قبل السبيس, يبقى من التي اللي بنحطها عشان نخلي السترينج جيت سترينج تقبل السبيس. حسن محمد انتر, شوف حطها علامة التنصيص ازاي, معناها ان ده سترينج. طيب في هنا جت لنا في المشكله في الكتابه الثانيه, ان بيقول لك واتس يور نيم السؤال الاول, بيقول لنا واتس يور نيم, بعدين اما جت الاجابه راح ظاهرها تاني. طب انا عايز يكتب سطر جديد مش يكتب الحاجات دي كلها, باجي اروح كاتب لما اجي اكتب اللزم هكتب هنا ان الشعر العلامه دي, معناها السيمبل دوت معناه ان ابتدي سطر جديد, حتى لو لو في اي حاجه لازم يبتدي سطر جديد ويقول لي في السطر الجديد What's your name؟ أقول له حسن. نبل السبيس. انت. لو عملت لها رن تاني هيجيب لي صف سطر جديد اهو, ما كملش الاسطر. طيب في النص المصفوفة مصفوفة هي تجميع العناصر المدخلة أو كتابة مصفوفة جديدة. ازاي؟ set كيو ليست, نفتح قوس ونقول له ليست 1 2 3 4 5 6 5 من 10, نقفل القوس بتاع الليست, نفتح set كيو, نعمل run. شوفوا كتبها لنا ازاي. طيب في طريقة تانية, في طريقة تانية set كيو ليست 2, حط علامة دي كومة الكومة العلوية ونكتب العناصر على طول, نقفل القوس بتاع الليست والقوس التاني ونقول له ران. طب الفرق بين الاتنين, نرجع بخطوة شوية لورا, نفتكر ان احنا كنا عشان نعمل عملية حسابية نقول زائد 1 و5, ده هدينا القيمة كام؟ 6. طيب ناخد نفس الأمر ليست ست كيو دهوت, والأمر 6 المفروض هنا هنحط ده بين القوسين كده ونعمل ران للسطر ده. كتب الرقم ادي 1 2 3 4 5 6, كتب الستة, عمل العملية الحسابية. طيب في ده لو حطينا 5 وجينا هنا حطينا 6
ونعمل رن ونشوف هيعمل ايه. شفته في عمل ايه؟ خد هي القوس دوت كأنه اتوم لوحده. فهمنا الفرق؟ لما يكون كلمة ليست موجودة، لما بيعمل أي عملية حسابية موجودة في جوه وبعد كده بتظهر لك النتيجة، إنما الكومة اللي بتتحط دي معناها إنه بياخد العناصر دي زي ما هي. متفقين؟ طيب عنصر أوتوكاد، عنصر أوتوكاد بنجيبه إزاي؟ نتسل. طيب هنقول له سيت كيوب انتيتي انتسل، نقفل القوس بتاع الانتسل ونقول له run. هنا بيطلع لنا رسالة select object، بندوس على العنصر كده التاخر. طب عايزين نشوف الانتيتي بقى، نجرب فيها الحاجتين اللي احنا عملناهم اللي هو التايب انتيتي، نقفل القوس نعمل رن، شوفوا جاب ايه؟ ان هي لسته، هو واخد عنصر ولكن بيعامله ان هو لست. طيب هناخد هنا ونقول له انتيتي اهو، هنا جاب ايه؟ جاب اسم العنصر. طب ايه دي؟ شفتوا فتح قوس خارجي ازاي؟ اهو هناخد الحته دي ونشوفها في الفيجوال معانا عشان نبتدي نشرحها بالظبط. اهو في هنا جاب قوس خارجي، قوس داخلي الاول اللي هي نقطه اهي، تلات ارقام، وبعد كده قوس الكبير. الليسته هي ايه؟ هو بجد انت سيل، هو جاب في الاول الانتيتي نيم، لان كل عنصر في الاوتوكاد ليه رقم يونيك، رقم خاص بيه، رقم فريد. ودي النقطه اللي عملنا فيها بيكنج ده هي. طب اللي هي عمليه اللقطه دي، طب نجرب تاني كده نشوف. اما نعمل ران، شوف هنعمل مره عند النقطه دي تمام، هيدينا هنا القيمه عامله ازاي اهي، نفس العنصر اللي احنا اخترناه هو نفس العنصر اهو. طب هات القيمه دي هنا عشان نشوفها، عشان نقارن بين الاثنين اهو، نفس القيمه، نفس العنصر، هو entity name، نفس العنصر اسمه، ولكن الرقم اختلف. طب نجرب تالت، نجرب تالت. هناخد مراد عند النقطة دي. نجرب اهو نفس العنصر ولكن من عند نقطة تالتة. يبقى كده عرفنا ان هو بيعمل ايه؟ بيجيب الانتيتي في ليست، قايم في ليست كبيره، اول حاجه فيها الانتيتي نيم، تاني حاجه النقطه اللي لقطنا عندها العنصر. نكمل، ادي عنصر اوتوكاد، مجموعه من العناصر، النقطه اللي بعديها مجموعه من العناصر اللي هي سيت كيو، هنقول له سيلكشن سيت اس اس جيت. طبعا الاس اس جيت ديت ليها موضوع تاني، هنفرد لها الموضوع لوحدها لان هي ظريفه شويه. نقول له ران، بيقول لي سيلكت اوبجكت. شفتوا الفرق اللي فينا ايه؟ سيلكت اوبجكت واحد بس، انما هنا بيقول لي ايه؟ سيلكت اوبجكتس، يعني في عناصر كتير. فبعمل كده، هو اختار كده، اخترناه كده، عمل سيلكشن سيت عنده سماها بي. دي مكونة من عنصر أو مجموعة عناصر. طب كده كده هيدخلنا على إيه؟ إن إحنا هي آخر حاجة مجموعة من العناصر، هنبتدي بقى نتعامل مع العنصر. طب ما الليستة هي إيه؟ طب عايزين نتعامل شوية بقى مع الليست ونتكلم على بعض الأمور فيها. هنعمل ليست بسيطة عشان نشوف فيها بعض الأوامر المتعلقة بالليست. مثلا سيت كيو ليست 3 أو اس 3 أسهل بقى عشان نستسهل، عشان هنتعامل معاها كتير.
ليست 3 وهنقول له هنعمل ليست، هنعمل ليست مثلا 1 2 3 4 5 6. نبتدي نقفل الليست ونقفل سيت كيو. سمعتوا الصوت اللي حصل ده؟ تن دهيت. طب هنعملها تاني اهو، لاحظوا معايا الصوت ان انا حطيت حق قفلت قوس مش موجود. يحذرني بيقول لي انت قفلت قوس مش موجود ليه؟ فتحه. فاروح عرفت ان انا في السيت كيو ما فتحتش قوس، اروح احط قوس. طب هعمل ران بقى ليها، راح اعمل الليست تاني. طيب اولا انا عايز اعرف في كام عنصر في الليست دهيت، يبقى اسمها اس اس سيلكشن سيت لينكث اس 3. اعمل لها رن ايرور مش عارف، ممكن لما يقول سيليكشن سيت جيت. نطلع الاوتوكاد تاني، اسف يا جماعه. دي ارقام العناصر اهي، فلما يجي يقول سيليكشن سيت رن ناخد العناصر دهيت. طيب ناخد دي نقول لها اللينك بتاعها كام، جاب لي كام؟ 6 عناصر. نروح للاوتوكاد نعدهم اهو، 1 2 3 4 5 6. اس اس لينكث هي ما بيديني لينكث العناصر، ما بيجي ناخد عناصر في الاوتوكاد ماشي. طيب انا عايز عنصر عنصر منهم من الاس اس جد اهي، يبقى هي اس اس نيم في السيليكشن ست اللي اسمها ست اس اس ست. هنا العنصر رقم كام في اندكس؟ هنا بقى ترقيم، هنقول رقم 1 ده مش هيدينا اول عنصر في الليسته. ليه؟ لان هو بيتعامل من الصفر، اول عنصر في الليسته هو الصفر. طب امال اس اس نيم، واقول له رن اهو جاب لي الانتيتي نيم الرقم 1 وهكذا. ممكن لما اقول له 2 هنقول له بقى 1، يعني كده هيجيب العنصر رقم كام؟ تاني عنصر في الليست اهو. اهو اختلفوا ايه؟ ادي دي 8 وهنا دي 0. طيب هنا تالت عنصر رن، رابع عنصر، خامس، هما كام عنصر؟ هما 6 يعني لغاية رقم 5 اهو. نجرب 5 هيجيب لنا قيمة. طب ما نجرب من كده نديله رقم 6 هيعمل ايه؟ شوف هيقول لي نل، يعني مفيش حاجة. نل يعني مفيش حاجة. طب أمر تاني، احنا سيليكشن ست دهيت احنا عارفين ان هما كام عنصر؟ 6 عناصر. طب لو عملنا عايزين نلغي عنصر منهم، أول عنصر عايزين نلغيه، هنقول له اس اس ديليت اس اس ديل في سيليكشن ست دهيت الغي العنصر انتيتي. لما اقول له عايزين نحدد هنا مثلا، نقول له هوم، هنقول له سيت كيو حدد في element اسمه element في الاس اس رقم 0 اللي هو اول عنصر. تمام، هقول له run، راح مديني الانتيتي اهو كده. انا عشان اعرف امسحه لازم اسجله في ميموري الاول يتسجل لوحده، وبعدين اجي هنا في اس اس ديل نكتب اي ان تي العنصر رقم انتيتي اسمه انتيتي من الاس اس 6. هنعمل ران، اتلغى خلاص. راح عامل ايه؟ عامل سيليكشن ست جديده. تفتكروا الاول كان عامل سيليكشن ست اهي، هي هي نفس الست بقى اهي. ست دي هي اهي سيليكشن ست اللي هي دي، قال لنا سيليكشن ست اسمها دي برضه اهي تاني. طيب نيجي نشوف بقى، عايزين احنا الاول احنا شفنا عددهم الاول 6. طب هنا لو حبينا نشوف طولهم او عددها هيبقى عامل كام؟ بقوا كام؟
بقوا خمسة. تاني نعمل دي رن، نعمل انتيتي كده، لما نعمل تاني معناه انه يمسح القديم ويحط واحد جديد في سيليكشن ست رقم زيرو، او رقم زيرو اتمسح قبل كده، فهو عملية التحرير بتحصل، معناها ان اول واحد اتشال يبقى التاني هيجي مكان الاولاني. يبقى نعمل كده رن، وبعدين نيجي هنا انتي دوت الغيه، هنقول له سيليكشن ست الطول بتاعهم هتلاقيه كام؟ اربعة. فهمنا الموضوع يا جماعة؟ ال اس اس جت احنا جبنا بيها مجموعة عناصر. طيب طب انا كده خدت اول عنصر، طب انا عايز اجيب عنصر محدد في القائمة، هنحسها بالارقام اكتر لما نعمل دهوت، نقول له رن. طب انا عايز عنصر معين، في اكتر من طريقة، في كار. كار دي بتعمل ايه؟ لما كار اقول له اس، اقول له كار اس 3، نشوف هيعمل ايه. جاب لي اول عنصر في القايمة. طيب في كادر اس 3، اس 3 هنعمل لها رن، هيعمل ايه؟ هيجيب لنا القايمة من غير اول عنصر، معناه انه جاب القايمة ومسح اول عنصر فيها، يبقى زيها زي لما نحدد عنصر معين في القايمة اللي هو رقم زيرو، وبعدين نقول له ديليت ديليت، هنا كار بيجيب اول عنصر، وهنا كادر بيلغيه. طب ممكن نمسك بينهم، نمسك بينهم كادر اس 3، نقفل القوس ونشوف هيعمل ايه، نقول له ران، جاب لنا ايه؟ اتنين اللي هي تاني عنصر، معناها ايه؟ راح عامل كادر اللي هو لغى اول عنصر، وبعدين اول جاب اول عنصر فيه اللي هو الكار اللي هو رقم اتنين، يبقى جه راح ماسح اول عنصر اللي هو واحد ده، وبعدين جاب تاني عنصر هو ده. يبقى كده احنا ممكن نتعامل مع الكار والكادر بنفس الطريقة. طب في طريقة اسهل ان احنا نجيب الرقم العنصر؟ في حاجة اسمها NTH. ازاي؟ هنقول له NTH العنصر رقم خمسة من الاس تلاتة. فين رقم عنصر رقم خمسة؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، عنصر رقم خمسة هو رقم خمسة. هنعمل رن، هيجيب لنا كام؟ ستة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، طب هو جاب ستة، طب ليه ما جابش الخمسة؟ خليك فاكر ان هو بيعتبر الصفر هو عنصر، هو اول عنصر. طب نجرب ازاي؟ نحط هنا صفر ونقول له رن، راح جيب لي اول عنصر اللي هو واحد. وصلت يا جماعه؟ طب لو جينا نقول له بقى، احنا عارفين ان هما هيبقى المفروض خمسه اخر حاجه، طب لو قلنا له رقم سته هيدينا نل، مفيش عنصر اصلا موجود. طيب عايزين نضيف عنصر لقايمة عندنا، في أكتر من طريقة، هنقول له مثلا في طريقة منهم اللي هي ايه؟ CONS دي مثلا، لو عندنا هنعمل ليست بقى بالطريقة السريعة اللي هي قوس A، نقفل القوس، في ليست تانية B سي دي، نقفل القوس بتاع دي القوس، ونقول له رن، شوفوا جابها لنا بطريقة ازاي، يعتبر ان دي ليست لوحدها وحاطط جواها. طيب لو شلنا الأقواس دي عملنا رن، هنبص جمعها ازاي كأنها مع بعض. طيب لو دخلنا رقم، ادي ليستة اللي هي ليست ايه، وبعدين رقم اتنين، هيعملها لنا ازاي؟ هتوقعه يجيب ايه؟ بص يعمل لنا ايه؟ هيحط لنا صفر
يبقى لما تحط رقم على عنصر ليست في ليست هيديك ايه؟ يحطهم ولكن يحط بينهم دوت. في طريقة تانية، في طريقة تانية اسمها ايه؟ ابند. ابند نجرب نفس الطريقة، نقول له نفتح قوس A B، نقفل القوس، وبعدين القوس التاني C D، نقفل القوس بتاع البند، نجرب كده نشوف هيعمل ايه. جمعها لنا، تلاحظوا حاجة في الكونز لما كان في أقواس. طب نعملها تاني كده عشان تبان معانا أكتر. نعمل الرن دي ونفس القيمة هنحط لها ايه بدل كونز، نعمل ابن. شفت الفرق بين الاتنين ايه؟ دي بتاعت كونز ودي بتاعت ابن. في الكونز بيعتمد ان في اقواس بيحطها زي ما هي، لكن ابند بيشيل الاقواس خالص وبتستعملها كانها من غير اقواس. طيب في حاجه تانية كده يعني تالي يكفي كده مع الامثله الكتيره في الشغل، هنلاقي في حاجات ظهرت اكتر معانا. طيب احنا عندنا اتكلمنا من شويه على ان في حاجه اسمها رقم حقيقي ورقم في انتجر وريل وسترينج، كمان عايزين نعمل تحويلات ما بينهم. تنفعنا التحويلات دي ازاي؟ عايزين نحول من نص لرقم صحيح، او من نص لرقم حقيقي، او من رقم حقيقي او رقم صحيح الى نص. الحاجات دي كلها نعملها ازاي؟ هنشوف. لما نقول ان احنا عندنا نص سترينج عادي عايزين نحوله لرقم حقيقي، هنقول له get string what's your ID number. نقول له run what's your ID number. انا هكتب ارقام تمام كده، بس هو خدها كايه؟ كنص. طب هنعرف ازاي ان هي نص؟ هنجرب ونقول له طيب st نقول run، جابها لنا ان هي ايه؟ string. طب هي string جات لي رقم، جات لي نص، عايز احولها لرقم. هقول له a to f st، بص جابها لي كام؟ حولها لي الرقم. طب نعرف ازاي؟ هنقول له set q string to real. طبعا ده بكتب اي ارقام، اي variable عشان اقدر اعرف فيه. واقفل القوس واعمل run تاني، هلاقي عندي السترينج ده. نجرب ان هو تايبس، التايب بتاعه ايه؟ بقى ايه؟ بقى ريل. وصلت. طيب string to integer يبقى ايه؟ into integer اهي. هنقول له run، راح مدينا القيمة هي 1 2 3 4، 1 2 5 سوري، 1 2 5 3. ناخد دي نحطها هنا، نقول له paste، نعمل هنا كده run، هيديني ايه؟ int integer. وصلت يا جماعة؟ طب عايزين نحول رقم لنص العكس بقى،
دلوقتي اس تي ان دي بقت انتجر دلوقتي، تمام. طب انا عايز احولها لنص، سيت كيو انتجر تو سترينج، انتجر تو سترينج، هي مش سترينج بقى، هي اسك اللي هي اي اس سي اي اي، نقول له اللي هي دهيت هي الفاريبل ده، تمام. نقفل القوس ده، نقفل القوس ده ونقفل، نعمل ران، جابها لي بين قوسين. طب نعرف ازاي ان هي سترينج؟ ناخد تايب، نحطها في التايب هنا، نعمل ران، اهي اثبت لنا ان هي سترينج. طيب عندنا read، هنكتب get read set q ده رقم حقيقي دلوقتي، طبعا احنا عرفنا في عمليه الفلوس على طول set q، احنا عارفين احنا عايزين get read error set q sorry read. كتريل في عندنا ريل دلوقتي رقم اللي هو الارل دوت، هقول له عايز احول له سترينج سيت كيو، ريل تو سترينج ازاي؟ ار تو اس وبعدين ار 1 سوري ار ال، نقفل القوس، نعمل رن حوالين النص. طيب انا عايز اجمع اكتر من نص، يعني ايه دي اي تي اس دهوت اللي هو عملناه انتجر تو سترينج، عملناه من انتجر لسترينج، ومن هنا ار تي اس اتنين مع بعض دلوقتي. طب عايزين نجمع اكتر من نص مع بعض، هنعمل ايه؟ set q stringet مع بعض، هنقول له اسمها stringet ونكتب كل string موجود، طبعا ده string مسافة وتاني string هو ده، نقفل المقوس ونقول له run، شوفوا جابها ازاي، خلاهم حته واحده اي تي اس اللي هو واحد اتنين تلاتة خمسة. طيب والار تي اس عملنا علامة التعجب اللي هي شيفت واحد، نكتب ال ار تي اس عشان يدينا قيمته تلاتة خمسة اتنين علامة تلاتة، يبقى هو راح مجمع اتنين خمسة اتنين علامة، دي الواحدة الأولانية ودي التانية. طب أنا عايز أحط بينهم حاجة، هعمل ايه؟ لو في رمز معين هروح جاي فاتح علامة التنصيص وأروح حاطط مثلا على، هو هيعتبرها إن دي نص وراح مدخلها. طب نجرب كده ونقول له رن، أهو راح كاتب ده على ده. طب ممكن نخليها مسافة قبلها وبعديها، طيب كده ونقول له ران برضو. شفتوا بنتعامل ازاي مع اللي. طب ممكن اكتر من نص، ممكن تحط واحد اتنين تلاتة اربعة. طب ممكن نعمل كده ايه هنا كمان، نكتب حاجة نقول له this is a string، نقفل تاني ونقول له run، راح كاتب لنا جمع الحاجات دي كلها وحطها this، طبعا الانجليزي بتاعنا مش مظبوط طنش علينا. This is a string. تعالوا وصلنا مرحلة كده كويسة، كفاية لحد هنا إن شاء الله، والمرة الجاية إن شاء الله نكمل أوامر تانية.
نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما نفعنا. وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله.